عايزين نمز العنف وقصة ما اضطار واخد حق الكلام. احنا اقصد اقول ايه؟ ان دايما الصقر الحكومة بتاخد الحق وبالتالي اتشرعت القوانين ليه؟ سبب تشريع قوانين ليه؟ ان هي تسد الفراغ ما بين الناس. مش انا مثلا حد اضيع عندي فراح اخد حقي، لا دي شريعة الغابة. انما شريعة البشر والمواطنين العاديين اللي بتحكمهم دولة سيادة القانون ان هو ينصح للقانون والقانون يجيب له حق. حاليا سعادتك الشباب في مركز ومدينة البلارة محافظة اسيوط بنسع كلنا جاهدين دي اهم حاجة. الود والسلم. يعني هيبقى في تغيير في البلارة ان شاء الله. التجارب. ده شرف لي حضرتك. شرف لي حضرتك. ربنا معاك. ربنا يديك الصحة يا باشا. ربنا يكفيك شر المرض. ربنا يوطي حزامك وعليك. وربنا يجعلكم في الخير.